بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير ولا مساكم بالخير وقت ما تشوفوا هذه لا فيديو. يا أغلى مشتركين، نحبكم ونموت عليكم. مرحبا بكم في قناة حورية يوتيوب. إن شاء الله يعجبكم المحتوى وتعجبكم هذه لا فيديو قصيرة خفيفة ظريفة اللي راح نعطيها لكم. راح نقدم لكم واحد لا فيديو تاع توأم زاد في البليدة، وهذا التوأم ساكن زادوا لاصقين في بعضهم، يعني زوج بنات ولاصقين في بعضهم. لازم يديروا عملية جراحية باش يقسموهم، باش يفصلوهم من بعضهم. والعملية تندار في الخارج، يعني مش في الجزائر. ووالدهم ساكن الله غالب عليهم، يطلبوا المساعدة من الدولة إن شاء الله تتكفل بهم، إن شاء الله ينظروا ليهم بعين الاعتبار ويتكفلوا بهم. شوفوا هذا لا فيديو والله تقطع القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبي توأم صفا وشفاء. توأم صفا وشفاء زادوا في 6 جويلية، زادوا في دمسوس. نطلب من السلطات المعنية، وزارة الصحة، رئيس الجمهورية يشوفوا فينا ولا هذا النطاق. نطلبوا من المحسنين يعاونونا، لأن العملية تاعهم تكون خارج الوطن. لحد الآن مازال ما بان والو، لحد الآن راهم عندهم 3 شهور في عمرهم، مازال ما كان حتى نتيجة. إن شاء الله تكون فيها نتيجة، واللي فيها الخير يجيبها ربي إن شاء الله. السلام عليكم، انا ام صفاء وشفاء، توأم متلاصق. ممكن تشوفوا المعاناه في تربيتهم في كل شيء، لخاطش راني نعاني معاهم، راني تعبانه بزاف، راني نحرس لهم على كلش، ما في رضاعتهم. حاله صعبه صعبه بزاف. نطلب من السلطات العليا المعنية بالأمر أنهم يساعدوني في أقرب وقت ممكن باش يفصلوهم لي. نطلب من المحسنين اللي يقدر يعاونني بأي حاجة. كما كتشوفوا الظروف المادية صعبة صعبة بزاف، واللي ما يقدر يتأكد يجي لينا ويشوف بعينه الظروف اللي رانا نمروا فيها. بناتي صفاء وشفاء خطرات يمرضوا في الليل ما نعرف لهم، كديتهم السبيطار. هذه هي، ما عندهم ما يديروا لهم. لازم الحل النهائي انهم يفصلوه.